تعرف موريتانيا حراكا شعبيا متناميا رافضا للعدوان على قطاع غزة المستمر للشهر السابع على التوالي، وقد شهدت العاصمة نواكشوط مظاهرات ضخمة شارك فيها سياسيون ومواطنون رفضا للعدوان، ولم يمنع انشغال الموريتانيين بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة الصيف القادم من تنامي هذا الحراك الشعبي المطالب بوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاما. إلى ذلك قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، وهو أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، قرر الدفع برئيسه حمادي ولد سيد المختار مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 من يونيو المقبل، ويحظى حمادي بمكانة هامة داخل الطيف الإسلامي، ويتمتع بعلاقات واسعة من مختلف الأحزاب السياسية في البلاد، ويعتبر من أبرز العلماء والخطباء ورموز الدعوة والإصلاح في موريتانيا. مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي. سيد عادل، كيف تقرأ هذا الموقف الموريتاني، ربما من الدول القليلة التي تشهد تظاهرات كبيرة دعما لقطاع غزة ورفضا من الدول العربية طبعا ورفضا لهذه المجازر التي تجري؟ قبل يومين مر اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكان تقرير مراسلون بلا حدود يتحدث عن أوضاع حرية الصحافة، وذكر أن أولى الدول العربية والإفريقية في احترام حرية الصحافة هي موريتانيا، وأن موريتانيا تمثل نموذجا متقدما لحرية الصحافة، بل تقدمت على دول عريقة في الديمقراطية، تقدمت على مهد الربيع العربي تونس، وتقدمت عن الجزائر، وتقدمت عن المغرب. ولولا أن هذه الدول المغاربية ربما أساءت إلى سمعة موريتانيا لكانت موريتانيا تشكل نموذجا عربيا في الحرية والديمقراطية. أقدم بهذا إلى الحراك الشعبي الذي عبر عنه الموريتانيون بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والقبائلية عندما بدأ العدوان على قطاع غزة. الموريتانيون بمختلف انتماءاتهم ومختلف توجهاتهم السياسية والحزبية والقبائلية تظاهروا في الشوارع ورفعوا شعارات وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ورفعوا شعارات إسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ورفعوا شعارات الضغط على العواصم الغربية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الغربية الداعمة للاحتلال. وذلك أيضا لم يثنيهم على رفع ذات الشعارات المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحرية والمطالبة بالاستمرار في دعم خيارات الشعب الموريتاني باختيار حكامه بحرية وبالتداول السلمية على السلطة رغم كل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تحيط بموريتانيا. فأنت تعلم أن موريتانيا محاطة بدول تعيش أزمات سياسية ممتدة وعميقة مثل الجزائر التي ما زالت تعاني حراكا شعبيا مطالبا بالديمقراطية، وأيضا ليبيا التي ما زالت تعاني انقساما، وتونس التي ما زالت تواجه تبعات الوقف المسار الديمقراطي، والمغرب الذي قالت مراسلون بلا حدود بأن حرية الصحافة فيه تراجعت بشكل كبير. فإذا نحن أمام بلد يحاول أن يواجه الصعوبات الاقتصادية والتحديات الأقليمية، ولكنه أيضا يصر على انتمائه العربي وانتمائه الإسلامي بوقوفه إلى جانب فلسطين. طيب، دعنا نشرك معنا دكتور محمد الأمين سيد المختار شعيب القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. أرحب بك دكتور محمد. هذا الدعم الموريتاني لفلسطين وللقضية الفلسطينية، ما هي خلفياته وطبيعته واتجاهاته برأيك؟ شكرا جزيلا لقناة الحوار على إتاحة هذه الفرصة، شكرا لإخواني في هذه القناة في هذا البرنامج. بداية أود
ومشير إلى أن مسألة فلسطين ومسألة القضية المركزية، القضية الجامعة، القضية الموحدة للشعب الموريتاني بمختلف أطيافه وتشكيلاته السياسية، القضية كذلك التي تمنح الشرعية والمشروعية للأنظمة الحاكمة. نستحضر هنا أن بعد القرار السيء الذي اتخذه نظام الطائع بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، بعد أن قام الرئيس السابق محمد عبد العزيز بانقلاب على النظام الديمقراطي، كان القرار الأول هو قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني. وذلك لماذا؟ لأن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة لكسب ود كل الموريتانيين، خطوة مهمة لأن يكتسب هذا النظام شرعيته. هكذا إذن كانت تتعاطى الطبقة السياسية والنظام السياسي الرسمي في الفترة الأخيرة، على أساس أن هذه القضية أنها تمثل مشروعية وتتيح لها مستوى من القبول، لأنها تمثل وجدان الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه وبمكوناته. انطلقت بالتزامن مع طوفان الأقصى سلسلة من النشاطات، سلسلة من التظاهرات التي كانت موحدة للطبقة السياسية فيها مختلف الأحزاب السياسية. الجديد في هذه المرة والذي نلاحظه استجد مع من بركات طوفان الأقصى أن قضية فلسطين لم تعد فقط قضية النظام الرسمي الموريتاني، ولا قضية الطبقة السياسية والأحزاب السياسية والتيارات السياسية، وإنما أصبحت قضية مجتمع. نحن نشهد خلال هذه الأشهر تنافساً شديداً بين القبائل الموريتانية في تقديم جمع التبرعات لإخواننا في غزة، تنافس محموم، كل قبيلة، كل مجموعة تريد أن تصل إلى الرقم يتجاوز الرقم الذي قدمته القبيلة الأخرى. إذا تحولت القضية من قضية سياسية عامة، من قضية تتداول على المستوى السياسي والرسمي، إلى قضية مجتمع، قضية مجتمع يحتضنها كل مكونات هذا المجتمع، كل أطياف هذا المجتمع، كل قبائل هذا المجتمع. إذن فهي كما أشرت هي مكتبة للشرعية ومكتبة لتركيز النفوذ في هذه في هذا الشعب الذي يقدر تقديرا خاصا هذه القضية وينظر لها باعتبارها قضيته أولا وأخيرا. إلى المحور الآخر وهو الشأن الداخلي الموريتاني فيما يتعلق بالحريات. موريتانيا من المفترض لديها نظام ديمقراطي الآن، إلى أي مستوى يمكن توصيف الحريات السياسية والديمقراطية في موريتانيا؟ إلى أين وصلت؟ وهل يمكن القول أنه اليوم ترسخت هذه الحريات وهذه الديمقراطية بحيث أنه يتم انتخابات رئاسية وتداول سلمي على السلطة بشكل حقيقي وفعلي؟ شكراً أخي العزيز على السؤال. نحن بالفعل في سياق وفي محيط عربي يشهد انتكاسات كبيرة في الديمقراطية. لا شك أن موريتانيا شهدت شكلاً من أشكال الديمقراطية. هنا في المعارضة الموريتانية لدينا ملاحظات كثيرة، ونعتبر بأنه هنالك إشكالات كبيرة في هذه العملية الديمقراطية، نحتاج إلى جهود كبيرة لنجذر الديمقراطية في هذا البلد. لكننا بالفعل، وهذا يؤسفنا جداً، أنه إذا ما قلنا ما هو موجود عندنا في موريتانيا مع بعض الدول والاتفاق، لاحظ ما لاحظتم أن فعلا قد تكون التجربة الموريتانية قد تكون إلى حد ما أفضل ولو جزئيا من بعض التجارب الأخرى، لكن ذلك لا يعني بأنها تجربة نموذجية. هنالك إشكالات كبيرة في مجال الحريات العامة في هذا البلد، هنالك قانون للأحزاب السياسية معطل، هنالك مستوى من القول الديمقراطية التحكمية، يعني هنالك السلطة التنفيذية تريد أن تتحكم في المشهد السياسي وتستخدم أدوات السلطة وأدوات والمال العام وكل أشكال النفوذ لتجميل ولترسيخ هذه الديمقراطية التحكمية. نحن في المعارضة الديمقراطية في موريتانيا
بطبيعة الحال نقدم أكثر من مرة دعوتنا لتجاوز هذه الإشكالات في هذا النظام ولتجذير الديمقراطية في هذا البلد ولحماية هذه المكتسبات وقطع مثلا خطوات إلى الأمام بدل التراجع. ولدينا ملاحظات كثيرة في هذا الجانب، لكننا مع ذلك حريصون على الحفاظ على هذه المكتسبات والدفاع عن هذه المكتسبات باعتبارها مكتسبات للشعب الموريتاني عموما، للطبقة السياسية عموما، استعملت فيها كل مكونات الطبقة السياسية، ونسعى إن شاء الله للحفاظ عليها وبالعمل مع كل فرقاء المشهد السياسي ومع الطيف المعارض من أجل ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد، من أجل تجاوز الديمقراطية التحكمية إلى ديمقراطية حقيقية، من أجل التوسيع الهامش المتاح وتوظيف هذا الهامش المتاح وحسن توظيف واستثمار هذا الهامش المتاح حتى يوصلنا إلى نظام ديمقراطي حقيقي. طيب، ما الذي يعنيه ترشيح شخصية رئيس حزب التواصل للانتخابات الرئاسية القادمة ونحن على بعد شهرين تقريبا من هذه الانتخابات؟ و يعني حزب تواصل هويته كما هو معلوم إسلامية، إلى أي مدى تقديم زعيم الحزب للمنافسة على الانتخابات الرئاسية تعتبر مغامرة، خاصة في ظل محاربة العالم أجمع في هذا الزمن للتيار الإسلامي؟ نحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حقيقة كنا نعمل خلال الفترة الماضية في إطار التحضير لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام، كنا نعمل وفق استراتيجية من شقين. كان الخيار الأول والسيناريو الأول الذي أخذ منا بعض الوقت هو السعي إلى توحيد المعارضة وإلى أن يكون هنالك مرشح موحد لكل أطياف المعارضة ولكل القوى السياسية المشكلة للمعارضة، يتبنى برنامجا تغييريا، برنامجا لتجذير الديمقراطية، برنامجا إصلاحيا حقيقيا يلبي طموحات هذا الشعب الذي للأسف يعني فقد الأمل والثقة في هذا النظام بعد أن يعني خاب أمله في هذه التجربة السابقة، بعد أن فشلت سياساته وحكوماته في تردد الحد الأدنى من الشروط الحياة الحقيقية، توفير الماء والكهرباء، توفير التصليل. الشباب الموريتاني يهاجر بعشرات الآلاف مغامر بحثاً عن عمل. إذن فإن هذا النظام للأسف لم يعد يلبي طموحات الشارع الموريتاني، هنالك حالة من الإحباط، حالة من الاستياء، حالة حتى إن لم أقول من فقدان الأمل للأسف في إصلاح هذا النظام. وبالتالي كان المطلوب من المعارضة أن تكون يعني تستوعب هذا الأمر وأن تتجه إلى توحيد جهودها في مرشح واحد. هذا الشق الأول والاستراتيجية الأولى التي كنا نعمل على أساسها. في طبيعة الحال كانت هناك استراتيجية أخرى أو سيناريو آخر، هو أنه في حال لم يتم الاتفاق في هذا الإطار في إطار توحيد مرشح المعارضة، تواصل بحكم موقعه السياسي، بحكم أنه يشكل القوة الثانية في البلد، بحكم أنه ومن يمسك مؤسسة المعارضة الديمقراطية للمرة الثالثة على التوالي، هو بطبيعة الحال معني في هذه الانتخابات وعليه أن يقدم البديل. فنحن في تواصل نعتبر بأننا نقدم البديل، نمثل البديل لهذا النظام. الموريتانيون جربوا مثلاً منتخبي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، منتخبي المحليين، وكان أداؤهم متميزاً ورائعاً. جربوا نواب وبرلماني التواصل برفع وحمل هموم المواطنين، الآن تتاح لهم فرصة ليجربوا كذلك قيادات تواصل ورئيس حزب التواصل ومشروع تواصل في مجال الحكم السياسي. إذن نعتبر بأنها فرصة مهمة. بطبيعة الحال يعني لا شك أننا نشعر بالمرارة من مستوى توفر الشروط الضرورية لشفافية ونزاهة هذه الانتخابات. خضنا تجربة مريرة في الانتخابات في 2023، شهدت خروقات كبيرة، كاد أن يحصل إجماع على تسجيل هذه الانتخابات. نحن هذه المرة وغيرنا من قوى المعارضة قدمنا ملاحظاتنا وضمانات وشروط ضروري لشفافية الانتخابات. سنقف بطبيعة الحال بقوة في حماية هذه الشفافية وهذه الديمقراطية، ولن نقبل بأي حال من الأحوال بتزوير هذه الانتخابات
وبطبيعة الحال لا شك بأنها تشكل تحدي كبير للبلد، بحاجة إلى أن يعيد المصداقية للعملية السياسية، يعيد المصداقية للديمقراطية وللعملية الانتخابية. ونحن في تواصل وفي أحزاب المعارضة لله تعالى هنالك استراتيجية عمل مشتركة من أجل فرض هذا الأمر، ولن نقبل بأي حال من الأحوال انتخابات بشروط وضمانات الانتخابات السابقة. أشكرك جزيلا دكتور محمد الأمين سيد المختار شعيب القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل على مشاركتك معنا. سيد عادل الحامدي أن يقدم حزب تواصل زعيمه للانتخابات كمرشح للانتخابات القادمة، هذا يدفع للتساؤل حول ثقة الحزب بتقديم مرشح للرئاسة. إلى أي مدى هو يثق بحجم التيار الإسلامي، حجم شعبية التيار الإسلامي في المجتمع الموريتاني؟ طبعا طبيعة الشعب الموريتاني وهويته الإسلامية هي الهوية الشاملة والجامعة بين مختلف الموريتانيين. صحيح أن حزب تواصل يمثل ربما الجانب الحركي والسياسي الأساسي من المجتمع الموريتاني، أو محاولة لتقديم قراءة موضوعية وتنزيل للإسلام في الشأن السياسي والشأن العام، لكن الموريتانيين بشكل عام هم شعب مسلم وغالبيته ينتمي إلى الطرق الصوفية الرئيسية المهيمنة على الشأن الموريتاني بشكل عام. لكن مرة أخرى أعتقد بأن مبادرة حزب التواصل إلى تقديم مرشح بعد، إذا جاز التعبير، فشل جهود التنسيق مع باقي معارضة الديمقراطية في إبراز وترشيح شخصية موحدة للمعارضة الموريتانية في مواجهة الحكم العسكري، يعتبر تطور مهم في الساحة المغاربية، علما بأن الإسلاميين في تونس مثلا الآن يواجهون القمع وزعيمهم الأول رجل غنوشي في السجن. الوضع في الجزائر لا يختلف كثيرا عن الوضع في تونس، فغالبية الأحزاب الإسلامية مقصية، وزعيم إذا جاز التعبير الجبهة الإنقاذ علي بالحاج أيضا شبه مبعد، وربما هو ممنوع من ممارسة العمل السياسي. ربما النموذج الأقرب لموريتانيا هو النموذج المغربي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية وعودته إلى الحياة السياسية بقيادة عبد الله بن كيران ومنافسة على المراكز الأولى. ربما القرب قرب الحزب التواصل إلى نهج العدالة والتنمية المغربي يجعله قادر على صياغة هذه التجربة هذه التجربة ومعاودة، كما قال الأستاذ محمد الأمين، معاودة نحت تجربة ديمقراطية موريتانية حقيقية، على الرغم من استمرار هيمنة العسكر وعلى الرغم من عدم وجود قانون للأحزاب يضمن هذه التعددية. لكن يبدو أن هذه المعركة ستكون معركة جدية هذه المرة، وصعبة، وتحتاج إلى كثير ليس فقط من المثابرة والجهد، وإنما إلى كثير من الصبر والعناد والثبات. أشكرك جزيلا سيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي على حضورك معنا.